لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الأخوة الأعزاء، أهلا بكم النهاردة المحاضرة الرابعة من كورس Communication Skills. محاضرة النهاردة إن شاء الله سهلة وبسيطة جدا وصغيرة، موضوعها بسيط جدا. أوكي، النهاردة هنتعلم how to talk about your plans in English. How to talk about your plans in English. ازاي تتكلم عن الخطط والحاجات اللي ناوي تعملها بالانجليزية. ان شاء الله استاذ والنجا. تمام. How to ask about plans that you will do or you are going to do in the future. ايه الحاجات بقى اللي انت تعملها وازاي تسأل عن الخطط في المستقبل. نبدأ talking about your plans in English. التحدث عن الخطط بالانجليزية. Here are some useful phrases to talk about your future plans. The first, asking about plans. أول حاجة لما أجي أسأل عن الخطط، إيه اللي ناوي أعمله؟ لو هسأل شخص أنت ناوي تعمل إيه في فترة معينة في المستقبل، فأول سؤال عندي إيه؟ What are your plans for? What are your plans for? What are your plans for? ما هي خططك لي for summer مثلا، for summer في الصيف هتعمل ايه في الصيف، او بخطط تعمل ايه في الصيف. What are your plans for summer? What are your plans for the weekend? The weekend يعني ايه؟ عطلة نهاية الاسبوع. انا هكتب برضو بعض الكلمات كده. What are your plans for weekend? Weekend يعني نهاية الأسبوع. Okay. What are your plans for next month? ما هي خططك في الشهر القادم؟ ممكن أسأله أقول له إيه؟ What are your plans for next holiday? Next holiday يعني الأجازة إيه؟ القادمة، الأجازة اللي جاية. يبقى what are your plans for؟ وبقول بقى الحاجة اللي أو الفترة اللي أنا بقول له أنت هتعمل فيها إيه؟ Okay. What are your plans for the summer or the weekend? Or what are your plans for next month? What are your plans for the next holiday or next holiday? تمام؟ ما هي خطتك لي الصيف، نهاية الأسبوع، الشهر القادم، next holiday اللي هي إيه؟ الأجازة اللي جاية. يبقى ده لما أجي أسأل واحد أنت ناوي تعمل إيه في فترة معينة. What are your plans for؟ وبقول إيه؟ الفترة اللي انا هسأله عنها. في بقى طريقة تانية لما اجي اسأل هقول له بقى ايه؟ Have you decided to تمام؟ Have you decided to go to Alexandria مثلا؟ يبقى عندي لما اسأله بطريقة تانية بقول له ايه؟ What are your plans for winter؟ اي فترة بقى ايه؟ انت مخطط اذا هتعمل ايه في الفترة اللي جاية، في الفترة ديت، في الصيف، في الشتاء، في الاجازة،
تمام. في بقى طريقة تانية. Have you decided to، وبيجي بعدها الفعل في المصدر. النهاردة بنتكلم عن how to talk about your plans in English. ازاي تتكلم عن الخطط بالانجليزية وتسأل عن الخطط بالانجليزية. يبقى have you decided to plus infinitive. Have you decided to زائد ايه الفعل في المصدر. Have you decided to go to Alexandria. Have you decided to go to Alexandria. هل قررت تروح اسكندرية. تمام. او ممكن مثلا ايه have you decided to visit your uncle. هل قررت ان، معناها ايه هل قررت ان تذهب الاسكندرية او تزور عمك. اوكي يبقى دي تاني طريقة لما اسأل بيها عن ايه خطط. Have you decided to. تمام. اللي هي بتساوي ايه ممكن اقول له where you're going on holiday. المكان بقى ايه اللي هتروحه. المكان بقى ايه اللي هتروحه. ممكن بقى من غير ما اقول go، يعني في طريقة تانية. Have you decided to play football tomorrow. هل انت مخطط او قررت انك تلعب كورة غدا. اوكي شكرا استاذ محمد. ممكن have you decided واقول المكان اللي انا هروحه. Have you decided مثلا have you decided Alexandria. قررت او عزمت على الاسكندرية، يعني انت ناوي تروح اسكندرية. مختصرة بقى have you decided Alexandria. خلاص قررت ان هي اسكندرية اللي هتروحها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. دي بقى تاني ايه دي تاني طريقة. have you decided ممكن اقول to المصدر. have you decided to go to Alexandria او have you decided Alexandria. What are you up to دي معناها انت ناوي على ايه. ماذا تنوي ان. What are you up to in summer مثلا. ماذا تنوي ان تفعل في الصيف. What are you up to. What are you up to هتعمل ايه جديد in summer او في الصيف اللي جاي. Have you decided to play. مينفعش بقى decide to بيجي بعدها المصدر مش الفيرب في الجيرند. مينفعش الفعل مضاف له ing بعد decided to. يا استاذ محمد decided to play football next week. play اوكي decided to من الافعال اللي بيجي بعدها المصدر. لان to اصلا بيجي بعدها المصدر الا في بعض الحالات. what يعني what are you up to تمام. what are you up to in summer ناوي تعمل ايه في الصيف. وتخطط تعمل ايه في الصيف. دي تالت طريقة. look forward to بالظبط كده يا استاذ عبد الله. look forward to بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي بالظبط كده. look forward to يتطلع الى يتطلع الى. شكرا يا استاذ عبد الله. تمام. بيبقى تالت طريقة بقى بقول ايه what are you up to. وبقول بقى ايه الحاجة اللي ناوي يعملها الشخص ده. what are you up to in summer ناوي تعمل ايه في الصيف. في بقى ايه are you going to هل انت هتروح Alexandria again for summer. دايما هي to معروفة ان بيجي بعدها الفعل في المصدر. to بيجي بعدها الفعل في المصدر الا في حاجات بقى فعل بيجي بعدها الفعل مضاف له ing وبيبقى فيها to زي look forward to contribute to. تمام. contribute to يعني يساهم او يسهم فيه بيجي بعدها الفعل مضاف له ing برضه. بس هي في الغالب
اغلب الحالات تو بيجي بعدها ايه المصدر، لما بتعبر عن ايه الغرض يبقى معناها لكي. الافعال كتيره تمام. contribute to، look forward to، تمام. are you going to Alexandria again for summer؟ Are you going to Alexandria again for summer؟ هل ستذهب إلى الإسكندرية مرة أخرى هذا الصيف؟ أنت contribute to بالظبط كده، أنت كان قصدك على كلمة contribute to. أنا أفتكر كل أفعال اللي هي to والفيرب مضاف له ing. شكرا أستاذ عبد الله، أو كتابة أستاذ عبد الله. في بقى طريقة تانية لما أسأل واحد عن الخطة بتاعته أو هو ناوي يعمل إيه، ممكن أقول له What are you going to do؟ What are you going to do؟ What are you going to do؟ تمام؟ وبقول بقى الفترة What are you going to do in مثلا إيه؟ In this holiday. ناوي تعمل إيه؟ في الأجازة ديت كمثال يعني. What are you going to do؟ ماشي، ناوي تعمل ايه؟ اي بقى فترة. What are you going to do next Friday؟ بالظبط كده، ايوه زي ما خدناها في المستقبل في زمن ال future. هي كده حاجة انت ناوي تعملها في المستقبل، تعبير عن الخطط. هي محاضرتنا النهارده كلها تعتبر عن ايه؟ المستقبل. تعتبر عن ايه؟ المستقبل، بس بطريقه عمليه بقى. في طريقه المحادثه بتبقى ازاي؟ هناخدها بايه؟ شكل ايه؟ براكتيكالي، عملي. لو نفتكر محاضره المستقبل اللي حضر معانا الجرامر، محاضره الجرامر فيوتشر سيمبل، فيوتشر ويز جوينج تو، تمام. دي بقى ناخدها النهارده عملي بقى، هنتكلم ازاي بالمستقبل. دي بقى في المحادثة What are you going to do in this summer؟ What are you going to do next Friday؟ What are you going to do at the weekend؟ ماذا تنوي أن تفعل at the weekend؟ weekend اللي عطلة نهاية ايه؟ الأسبوع. ناوي تعمل ايه نهاية الأسبوع ده أو يوم الجمعة اللي جاي؟ تمام؟ دي طريقة تانية لما أجي أسأل واحد عن هو ايه اللي ناوي يعمله في فترة معينة. ايوه بالظبط كده، لما كنا قلنا ايه will going to. going to لما بنتكلم عن حاجة بنخطط لها في المستقبل. تمام، شكرا استاذة جودي، ده ما شاء الله علينا بنذاكر وفاكرين. يبقى دي بقى ايه الاسئلة اللي بستخدمها لما اجي اسأل واحد انت ناوي تعمل ايه في فترة معينة. تمام، ناوي تعمل ايه فترة معينة. تمام، المهم يكون ايه تخطيط. what are you going to do، ماذا تنوي ان تفعل، ما انا قلتها اهي. what are you going to do، بقول بقى ايه في المستقبل مثلا الفترة ديت او الحاجة اللي ايه ماشي اللي بسأل يعني بسأل بيها عن الشخص ده، او يسأل شخص انت ناوي تعمل ايه في فترة معينة. اجي بقى انا سألته، انا ايه سألت. طب نفترض بقى واحد سألني قال لي what are you going to do next summer، ناوي تعمل ايه في الصيف اللي جاي. وانا بضيف الفترة بقى عشان احدد هو ده، بحدد الزمن انت ناوي تعمل ايه. طب امتى؟ يوم الجمعة اللي جاية مثلا، الصيف اللي جاي. تمام، الجواب ده اهو هنشرحه دلوقتي يا استاذ ياسر. انا هقول دلوقتي انا هناك كنت بتعلم ازاي اسال، ازاي اسال. هنا بقى هتعلم ازاي اتكلم انا بقى او اجاوب لو حد سالني انت ناوي تعمل ايه. What are you going to do؟ نبدا بقى. When you talk about your plans use the present continuous tense. لما اجي بقى اتكلم عن الخطط استخدم انهي زمن؟ present continuous اللي هو المضارع المستمر. لما قلنا احنا لو تفتكروا ان المضارع المستمر بيعبر عن ايه؟ حاجات مخطط ليها في المستقبل.
هنستخدمها النهارده بقى، عملي في المحادثه. تمام. واحد قال لي بقى ايه، what are you going to do next summer؟ انت ناوي تعمل ايه الصيف اللي جاي؟ هستخدم بقى اي واحده من دول؟ لا ممكن اغيره، بس هو بيبقى ناوي يعمله على حسب بقى الظروف، ممكن تحصل عنده ظروف، بس هو ايه عقد النية خلاص ان هو هيروح ايه المكان ده، والباقي بقى مخطط ليه يتغير، ما بقاش حاجة بتاعت ربنا. احنا ما نقدرش نعمل ايه، انه هنعمل حاجة ولازم نعملها بقى، لا ده حاجة بتاعت ايه ربنا، بس هي ايه نية بتبقى ايه خلاص ناوي انه يعمل حاجة دي. سألت سؤال what are you going to do next summer مثلا، هقول له ايه بقى، I am thinking of going to. دي معناها ان انا ايه قررت الذهاب الى. I am thinking of going to Alexandria مثلا، او I am thinking of visiting my uncle. I am thinking of، بستخدم ايه؟ I am thinking of. انا هقولها دلوقتي، I am going to. I am thinking of going to. انا مقرر او قررت الذهاب الى، او ممكن اقول I am going to. هو الخط صغير، معلش الخط صغير. تمام. I am thinking of going to. انا بفكر ان انا، او انا ايه قررت ان انا ايه قررت الذهاب الى تو الكسندريا مثلا. تمام. او ممكن اقول I'm going to، I'm going to go to Alexandria، يعني بدل ما I'm thinking of going to Alexandria يبقى اقول ايه، I'm going to go to Alexandria، I'm going to go to Alexandria، I'm going to go، I'm going to go. أنا أنوي أن go to Alexandria، أنا ناوي أروح إيه، I'm going to go Alexandria، أنا ناوي أروح إيه اسكندرية. تمام. I'm thinking of going to Alexandria، I'm thinking of going to Alexandria. أوكي يا جماعة، دي أول طريقة، أول طريقة لما أجي أتكلم بقى عن إيه الخطط بتاعتي اللي أنا عاملها. أو ممكن بقى في طريقة تانية، أو ليه we are planning to، أو I am planning to، لما نكون مجموعة بقى بنقول إيه we are planning، لما نكون أنا بقى I am planning to go to، I am planning to go to. تمام. أنا إيه خططت للذهاب إلى. We are going to go to راس البر مثلا، we are planning to go to راس البر، احنا ناويين نروح راس البر. ممكن بقى اقول he is hoping to go to، هو يتطلع الى، he is hoping to go to، هو يتطلع الى ان يذهب الى اي مكان بقى، تشاينا مثلا، اروح ايه الصين. في برضو ايه عبارة تانية جميلة، ممكن اقول ايه I'm looking forward to، look forward to بيجي بعدها الفعل اللي بضاف له ing، I'm looking forward to going، I'm looking forward to going to، وبقول المكان اللي انا هروحه او الحاجة اللي انا ايه هعملها. اوكي. What are you going to do؟ I'm looking forward to going to Alexandria. I'm looking forward to، دي معناها أنا أتطلع إلى. I'm looking forward to going to، أنا أتطلع في الذهاب إلى. أنا ما قلت إن look forward to بيجي بعدها ing، بيجي بعدها ing، ماشي، أتطلع إلى. I'm looking forward to going to، طلع الذهاب إلى. ينفع بعدها اسم، ممكن أقول I'm looking forward to
الكسندريه، انا اتطلع للاسكندريه، دي معناها ان انا اتطلع ان انا اروح اسكندريه. ممكن اقول I'm looking forward to الكسندريه. اوكي صح كده تمام، ينفع بعدها الاسم. دي بقى ايه طريقه تانية لما اجي اتكلم عن الخطط. ممكن بقى اقول ايه I'm toying I'm playing with the idea of، يعني ايه بقى I'm toying او I'm playing with the idea of، انا بتلعب في دماغي فكرة كذا، والله انا بفكر في الحاجة دي. حاجة بتلعب في دماغي كده، فكرة بتراود ايه رأسي، تراودني فكرة الذهاب الى، لو هترجمها بقى ايه باللغة العربية، تراودني فكرة الذهاب الى، او تراودني الفكرة كذا، او انا بفكر فيه وبقول الحاجة اللي أنا بفكر فيها. تمام؟ I am toying، هي toying يعني يلعب، أو playing يلعب. أنا بتلعب في دماغي فكرة كذا، toying toying toying، كلمة toy، toy يعني لعبة، toying بقى يلعب، toy يلعب أو لعبة، toying. I am toying أو I am playing with the idea of، تراودني فكرة كذا. تمام؟ لو هيجي بعدها الفيرب بقى، يبقى الفيرب مضاف له ING، I am playing with the idea of going to Alexandria، تراودني فكرة الذهاب إلى اسكندرية. أوكي؟ أو بدرس الفكرة، بس هي في اللغة العربية بنقول إيه، تراودني فكرة كذا، جاية في دماغي الفكرة الفلانية. تمام؟ دي بقى مجموعة بستخدم فيها الأزمنة المستمرة. ممكن بقى أستخدم عبارات تانية، في عبارات تانية كده اللي هي غريبة، يعني لو ترجمت كل كلمة لوحدها هلاقي حاجات غريبة ظهرت كده، زي في الجدول التاني كده أهو، أول جملة I have got my heart set on، I have got يعني أنا أمتلك أو عندي. تمام، وماي هارت يعني قلبي، سيت اون يعني يعزم على او ينطلق فيه، فالجمله كلها على بعضها I have got my heart set on، عزمت على ان، عزمت على ان او قررت ان، I have got my heart set on، I have got my heart set on، قررت ان. اوكي يبقى انت ايه، I have got my heart set on، I have got my heart set on. ماشي، لما اجي بقى اقول ايه، انا عزمت على ان او قررت ان اذهب لاسكندريه، او قررت او عزمت على الاسكندريه، فبقول ايه I have got my heart set on Alexandria. انا حطيت بقى عزمي كله، او خلاص قررت ان انا اروح اسكندريه. في بقى ايه الجمله الثانيه، I have been dying to go to، I have been dying to go to. انا عندي بقى dying دي معناها يموت، لما بنقول احنا كده باللغه العاميه هموت واروح الحته الفلانيه بالظبط كده، I have been dying to go to، هموت واروح المكان الفلاني ده، هدفع نص عمري، هموت واروح الملاهي، زي كده بالظبط. I have been dying to go to، I have been dying to go to. What are you going، أو what are you going to go، انت ايه ناوي تعمل ايه next summer. I have been going to go to Alexandria، انا هموت واروح ايه اسكندريه. تمام، لما اجي اترجمها بالعامية بالفصحى بقى، عزمت على ان او قررت ان او انوي ان. تمام، دي تاني طريقة بقى لما نتكلم عن الخطة او الحاجة اللي ناوي اعملها. في طريقة تالتة، ممكن اقول I'd love to go to، I'd love to go to، اود ان، I'd love to، اود ان، ويجي بعدها المصدر I'd love to go to، I'd love to go،
I'd love to go to Alexandria مثلا، I'd love to go to Australia. ماشي، لو عايز اقول بس للأسف but it's too far أو it's too expensive. تمام، اللي هي الجملة بتاعت I have been dying to go to، هي جملة دارجة وهي الأولى برضو، هي والأولى. I would بتيجي مع حالة if. تمام، بس هنا بقى ايه معناها I would do am. I would love to أو I'd like to. I would love to التالتة اللي هي I'd love ولا ايه؟ I'd love to درجة I'd love to مش درجة، لا هي الدرجة أكتر. I have been dying to go to. I have been dying to go to. التالتة ديت ستاندرد اللغة العربية اللي هي الفصحى. I'd love to go to أود أن sit on. sit on بيجي معناها ing برضه لو هجيب فعل، يعني مثلا I have got my heart set on going to Alexander. أنا عزمته على الذهاب إلى الإسكندرية. أيوة اللي هي I would love. would I'd love ديت اختصار ل I، بص في دي اختصار لكلمة would. تمام أستاذ محمد، I'd love to go بس احنا لما بننطقها بسرعة تبقى I'd love. I'd love to go to Australia but it's too far or it's too expensive. it's too expensive غالية مثلا. بقى انا عندي مكانين بقى ومحتار، مثلا انا ايه قررت ان انا اروح مكان في الصيف، بس ايه انا عندي بقى ايه مكانين ومحتار بينهم، فبقول ايه I can't choose between، مش قادر اختار ما بين، لا استطيع ان اختار بينه، مش قادر اختار between موروكو أو تونسيا. موروكو أو تونسيا، أنا محتار ما بين المغرب أو تونس، محتار ما بين اتنين ده. I can't choose between Alexandria أو شرم الشيخ، مش قادر أختار ما بين اسكندرية أو شرم الشيخ، الاتنين مكانين ومحتار بينهم. يبقى ده لما يكون في مكانين وأنا محتار أختار بينهم. تمام، في برضو طريقة تانية لما أكون محتار ما بين مكانين، ممكن أقول I am torn between. I am torn between، أنا محتار ما بين، أو مشتت ما بين، بقول المكان I am torn between، أنا محتار ما بين أو مشتت ما بين Italy or in France. Italy and France، والله عندي حيرة، عندي مكانين إيطاليا وفرنسا، أنا محتار ما بين الاتنين. هي torn معناها تمزق، بس هي مش هيتمزق هنا بقى، بمعناها ايه محتار ما بين. تورم هنا معناها محتار اكتر. تمام، زي ما بيقول ايه الحيرة هتقطعني في اللغة العامية، الحيرة هتقطعني او متشتت ما بين. تمام بالظبط كده، عادي دي او دي او اند، الاتنين حروف عطف مفيش اي مشكلة. انا محتار ما بين ايطاليا واسكندرية او محتار ما بين ايطاليا او اسكندرية مثلا، هي الاتنين حروف عطف مفيش اي مشكلة بالاتنين. يبقى دي طريقة لما اجي ايه اتكلم عن الخطط بتاعتي او الحاجات اللي انا ناوي ايه اعملها، نستخدم اي عبارة من دول، اي عبارة من دول. اوكي هناك بقى كنت بقول انا قررت او انا نويت، هنا بقى ايه when your plans aren't yet certain، لما تكون الخطط بتاعتك بقى مش اكيدة، يعني انا مش متأكد، انا بتكلم بس مش متأكد، هقول ايه بقى، نستخدم بقى عبارة من العبارات ديت. ممكن اقول it looks like، يبدو بقى والله باين كده زي ما بقول it looks like Alexandria، يبدو او احتمال تكون اسكندرية. it looks like going to Alexandria،
يبدو الذهاب إلى اسكندرية. والله أنا شايف ممكن نروح إيه المكان ده، أو المكان اللي إحنا هنقول عليه، وده لما أكون إيه مش متأكد أوي. ممكن أستخدم طريقة تانية، as long as، as long as معناها طالما، as long as we can get our visa in time. طالما بقى نقدر إن إحنا نجيب الفيزا بتاعتنا في الميعاد، we will be going to the USA. تمام، احنا ممكن نروح فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن، احتمال بقى، لا بمجرد أن as soon as، be as long as، as long as معناها طالما، أما بقى بمجرد أن يا أستاذ محمد اسمها as soon as. هنا بقى احتمال بقى، ما دام الفيزا بتاعتنا تيجي في ميعادها، we will be going to the USA، احتمال ممكن نروح ايه اسكندرية او الولايات المتحدة الامريكية او اي مكان، حاجة مش محتملة. هنا بقى في طريقة ثالثة، هقول ايه، we are not 100% sure، مش متأكدين بنسبة 100%، مش متأكدين بنسبة 100%، but ولكن we might be going to Egypt، من المحتمل الذهاب إلى مصر. We might be going to Egypt، محتمل الذهاب إلى مصر، احتمال نروح مصر. تمام، يبقى we are not 100% sure، احنا مش متأكدين، ليس متأكدون بنسبة 100%، but ولكن we might be going to Egypt، احتمال نروح ايه مصر. ممكن نبداها نص الجملة التانية، اوكي مفيش مشكلة، مفيش اي مشكلة عادي، يعني مش عايزة تقولي we are not 100% sure، مش عايزة تقولي انا مش متأكدة بنسبة 100%، مفيش اي مشكلة عادي، بس هي مجرد ايه دي، والله انا مش متأكدة بنسبة 100%، احنا ممكن نروح المكان الفلاني زي احنا ما بنقولها. لما حد يقول لي انت رايح فين الجمعة الجاية، والله مش متأكد 100% ان انا اروح المكان ده، احتمال اروح مكان تاني. It's a toss up between Greece and Spain، a toss up معناها احتمال ما بين، toss up between، عندنا احتمال ما بين Greece and Spain، اليونان او اسبانيا. ممكن تنفع يا استاذ محمد، ممكن اقول we might be going to Egypt as long as we can get our visa، صح، يبقى ايه it's a toss bet it was a toss up between Greece and Spain. مش متأكدين، احنا محتارين ما بين اليونان واسبانيا. We are on the waiting list for a villa in Tuscany، احنا على الانتظار او على قائمة الانتظار، waiting list for، على كذا، a villa in Tuscany. يبقى لما اجي بقى اقول ايه حاجة مش متأكد منها بنسبة 100%، تمام، we are on the waiting list for، احنا على قائمة الانتظار، يعني لسه ايه مستنيين في حاجة، احتمال ايه نعمل الشيء ده او لا، لان احنا ايه منتظرين حاجة. يبقى دي لما اكون مش متأكد من عمل ايه الحاجة معينة، مش متأكد من الخطة بتاعتي. اخر فقرتين، اوكي، اللي هي it is a toss up between، it is a toss up between، دي معناها الاحتمال ما بين الشيئين دول، تصعب between، الاحتمال او الحيرة ما بين الاثنين، اليونان جريس and Spain، يعني مش متأكد، ممكن اليونان وممكن اسبانيا. تمام استاذ محمد، في مشكلة هنا التانية بقى،
We are on the waiting list for. احنا على قائمة الانتظار. والله منتظرين for مثلا، واقول الحاجة اللي هي منتظرينها، يبقى انا مش متأكد لان في حاجة ايه شغلاني او في حاجة ايه هتتعمل تاني، فمش متأكد ان انا هعمل الخطة دي ولا لا. تمام، او انا مستني حاجة معينة وممكن اعمل حاجة دي ولا لا. طيب هنا لما اكون خططت بقى وخلاص اترتبت خططي، when your plans are all arranged، when your plans are all arranged، لما تكون بقى كل خططك الخطط بقى ايه اترتبت تمام وخلاص قررنا نعمل الحاجة دي نوينا. هقول هستخدم ايه بقى في الأزمنة؟ you can use the present perfect. الأزمنة هستخدم ال present perfect المضارع التام present perfect tense to announce your plans، عشان أعلن عن خططي. خلاص أنا نويت، قررت إن أنا أعمل الحاجة ديت. فبقول إيه؟ We have decided to go to Greece. قررت أن أذهب إلى اليونان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. We have decided to go to Greece. قررت أن أذهب إلى إيه؟ اليونان. ممكن أقول I have settled on مضارع تام بالضبط. They have opted for، هم بقى ايه قرروا على أن. We have opted for a camping holiday أجازة في معسكر in France في فرنسا. They have opted. Opted هنا اختاروا، بس اختاروا بايه؟ بنية. They have opted for، كان اختيارهم على أن، أو قرروا إن يعملوا ايه؟ ممكن استخدمها. I have got my heart set on. عدد اتنين. ماشي يا أستاذ أسماء. بقول ايه؟ We have settled on. قدت العزم على. We have settled on. وبقول المكان اللي انا ايه ناوي اروحه، او الحاجة اللي انا ناوي اعملها. عقدت العزم على Spain، اسبانيا after all. بعد ايه ذلك. They have opted. opt هنا كفعل معناها ايه اختار. They choose. هو في settle تستقر، ماشي. هنا معناه we have settled on، عقدنا العزم على أن، أو استقرينا على أن، بس ما ينفعش أقول استقرينا. هي الاستقرار هنا بمعنى استقرينا على فكرة معينة، مش بنقول استقرينا على اسكندرية خلاص، معناه إن إحنا إيه قررنا إن إحنا نروح اسكندرية. نفس المعنى. أنا عارف إن فعل settled يستقر أو إيه يسكن في مكان. They have opted. تمام؟ They have opted هم اختاروا او عزموا على ان for a camping، على ايه camping holiday، معسكر in France، او قرروا بالاجماع بالظبط كده. هنا بقى we have booked a weekend. هنا boutique hotel حجزنا بقى بالظبط كده. We have booked a weekend، حجزنا أسبوع، حجزنا في عطلة نهاية الأسبوع في إيه بوتيك هوتيل إن باريس، ماشي، في فندق اسمه إيه بوتيك في باريس. ديت بقى لما أكون متأكد أو خططت إيه خططي تمام وناوي إيه أعمل الحاجة ديت. طيب لو are yous they're going to future، يبقى استخدم present perfect مضارع تام، او ممكن استخدم ايه going to. تمام، يبقى عندي طريقتين لما اكون خلاص قررت ان انا اعمل حاجة ديت او خططت ان انا اعمل حاجة ديت وهعملها، بستخدم present perfect او going to future اللي هي ايه بستخدم going to talk about your
intentions عشان اتكلم مع ال intentions. يعني ايه intentions؟ فاكرين ال present continuous وال future؟ intentions يعني نوايا، بالظبط كده، الحاجات اللي انا ناوي اعملها. بالظبط كده. فبقول ايه؟ we are going، تمام، we are going to go، we are going to go to the Algarve، تمام، for 2 weeks in July. احنا خلاص قررنا الذهاب الى مكان اسمه ايه؟ Algarve، لمدة ايه؟ for 2 weeks in July، لمدة اسبوعين في يوليو، تمام. يبقى we are going to go، we are going to، she is going to stay، she is going to stay، she is going to stay in a PNB in the lakes، هي ناوية تقعد أو تستقر أو تقيم في PNB، مكان اسمه PNB in the lakes، في البحيرات، with some workmates، تمام، workmates معناها زملاء العمل، ماشي، أو رفقائي في العمل. احنا بقى اتكلمنا عن ايه الخطط اللي هعملها، او لما اسأل بقى انت ناوي تعمل ايه، وعرفت ازاي اقول انا ناوي اعمل ايه بالانجليش. النهارده بقى في الجزء الثاني talking about the holidays، الحديث عن الاجازات. الحديث عن ايه؟ الاجازات. لما اجي اتكلم بقى عن اجازة، لما اجي اتكلم عن الاجازة هقول ايه بقى؟ اول حاجة لما اسأل شخص عن الاجازة اقول له انت عملت ايه في الاجازة بتاعتك؟ ايه اللي عملته في الاجازة بتاعتك؟ asking about the holidays. قاعد بقى دردش مع واحد صاحبي وعايز اقول له ايه؟ انت عملت ايه في الاجازة؟ اول سؤال بقول له ايه؟ what did you do؟ what did you do over holiday؟ what did you do؟ what did you do؟ شفتوا بقى النطق بتاعها؟ What did you do over the day؟ لو عايز اتكلم انجلش بسرعة، What did you do over the day؟ بستخدم ايه؟ past tense، الماضي، تمام؟ ماضي، لانه خلاص خلص الاجازة، فبقول له انت عملت ايه في الاجازة؟ فلازم اتكلم في الماضي. What did you do over the day؟ What did you do over the day؟ عملت ايه في الاجازة؟ Now, what did you get up to? What did you get up to? عملت ايه؟ Get up to يعني ايه؟ صنعت او فعلت، او ايه اللي قمت بيه؟ ايه اللي قمت ايه بيه في الاجازة؟ يعني ايه اللي عملته؟ احنا هنلاقي يا جماعة كلمات هنا، يعني get up معناها ينهض او يستيقظ، بس لما بتبقى في المحادثة بيبقى لها معنى معنى تاني. get up معناها wake up، يعني ايه؟ يستيقظ او يصحى. مش معقول انا اقول له what did you get up to، يعني ماذا صحيت او ماذا استيقظت، لا، هنا معناها بما قمت او ماذا عملت، ماذا فعلت، تمام، او عملت ايه. وجيت، لا، جيت بس معناها يحصل على. جيت يا جماعة ليه معاني كتير. جيت معناها يحصل على، جيت معناها يصل الى، جيت لما بيجي بعدها حرف الجر ان، جيت ان معناها يفهم او يستوعب، تمام. فجيت ده حوار. جيت اب تو معناها يفعل او يقوم به. ماذا فعلت او ايه اللي عملته حسب حرف الجر وحسب معناها فين في الجملة، والمحادثة بتبقى مختلفة. What did you get up to? What did you get up to? عملت ايه؟ ممكن بقى اقول له ايه؟ Do anything exciting over the holiday? هل كان او اي شيء مثير؟ احكي لي عن اي شيء مثير في الاجازة. Do anything special over holiday? هل شيء خاص في الأجازة؟ حصلت حاجة كده خاصة في الأجازة أو مثيرة في الأجازة؟
have you made any resolutions over the holiday? Over هنا معناها خلال. عملت ايه خلال الاجازة او في الاجازة؟ over خلال الاجازة او في الاجازة. Have you made any resolutions؟ يعني ايه resolutions؟ resolutions معناها قرار، ماشي؟ وبرضه معناها حلول، resolution معناها حل او قرار، ومعناها برضه تصميم او عزم او ثبات على حاجة، تمام؟ قرار. انت عملت اي قرارات او عملت حاجة في الاجازة؟ يبقى دي ايه؟ سؤال. resolution برضو معناها حل، تمام. resolution معناها تصميم او عزم على شيء. وعلى فكرة resolution برضو معناها انصراف، و resolution معناها ارتخاء، ومعناها اقدام على عمل شيء. كل ده معنى resolution. امتى استخدم السؤال؟ اتنين، اللي هو what did you get up to. بستخدمه عادي، هو كلهم معناهم انت عملت ايه، انت عملت ايه. لما اسأل واحد زميلي، لا انا لو هستخدم بقى لغة فورمال، اول واحدة what did you do over holiday، what did you do over holiday، تمام. الباقي بقى ايه؟ استخدامه قليل، بيبقى مع اصحابي، ناس اعرفهم، تمام. واحد قال لي ايه، what did you do over holiday، عملت ايه في الاجازة؟ انا هرد عليه، انا لما اجي بقى ارد عليه اقول له ايه، nothing much، لا شيء، ما عملتش حاجات كتيرة يعني، nothing much or nothing special، فيش حاجة ايه خاصة يعني، فيش حاجة ايه ممتعة. the usual، العادي. the usual، العادي. واروح قايل الحاجة دي، انا بقول الكلمات ديت وبشوف بقى ايه. لا، ما انا مش هسكت يعني، بقول له nothing much، ما فيش حاجة كتير، واقول له مثلا حاجتين عملتهم. دي عبارة بقى مجرد ايه، اشارة كده، انت عملت ايه؟ والله مش كتير، nothing much، انا عملت كذا وكذا، nothing much. مثلا اقول له ايه، I visited my family، زرت العيلة بتاعتي، nothing much، I visited my family. When someone says about that he is nothing special، لما بقى ايه اللي عملته؟ لا انا رد الجميع ده، مفيش حاجة ايه خاصة عملتها، لو مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة ايه جديدة زي ما بقول يعني، مفيش جديد، عملت ايه الحاجات دي in general، بالظبط كده، عموما حاجات عامة يعني بيعملها اي شخص. او ممكن اقول له the usual، العادي. the usual، العادي بتاعي اللي انا بعمله على طول. مثلا متعود اروح ايه، اسكندريه، the usual، I went to Alexandria، العادي بتاعي، رحت اسكندريه يعني، مفيش حاجه جديده. او same old، على قديم زي ما بنقول، same old. او nothing new، مفيش حاجه جديده، nothing new، لا شيء ايه جديد، تمام. وبقول حاجة أنا عملتها يعني، كنت بعملها دايما، nothing new. اوكي كده، ده لما أجي إيه أرد على سؤال، أنت عملت إيه في الأجازة؟ what did you do for holiday؟ nothing much، nothing special، all the usual، same old، nothing new. بقول أي حاجة بقى إيه عملتها، حاجة واحدة. Talking about the holidays, giving more information. لما دي بقى أدي بقى معلومات زيادة. واحد سألني مثلا، قال لي did you have a good holiday؟ أنت قضيت أجازة سعيدة أو أجازة جميلة أو أجازتك كانت حلوة؟ هرد عليه بقى أقول له إيه، it was great، كانت رائعة، it was fantastic، رائعة وهايلة، wonderful، رائعة، lovely، جميلة. وفي الآخر بقول له thanks، شكرا، it was great thanks، it was fantastic thanks، it was wonderful thanks.
It was lovely. Thanks. تمام؟ أقول له أجازتي كانت رائعة، كانت جميلة. ممكن أقول له really relaxing. really relaxing. الراحة هي ديت إيه؟ الراحة. Just what I needed. اللي أنا كنت عايزها. أنا استريحت. الراحة اللي أنا كنت إيه؟ عايزها. ممكن أقول له إيه؟ We saw some of the family. شفنا العيلة بتاعتنا. رحنا زرنا عيلتنا. We saw some of the family. We saw some of the family. ها ممكن أقول إيه؟ We got away for a couple. خرجنا أو قضينا يومين فيها. We got away for a couple of days. قضينا إيه؟ يومين حلوين. We had a quiet one at home. We had a quiet one at home. قضينا أجازة هادية في البيت. We had a quiet one at home. قضينا إيه؟ أجازة حلوة إيه؟ في البيت. يبقى ده لما أجي أدي إيه؟ معلومات أو بيانات عن الأجازة بتاعتي. couple of بيجي بعدها فعلا جمع. معناها زوج من اللي هو يومين يعني اتنين. لا ربنا ما يجيبش حاجة مزعجة. لو مزعجة بقول ايه it was terrible. كانت اجازة ايه مزعجة. انا هقول لو مزعجة بقى مش عارف ليه بقى انا حاسس ان اجازات ما تبقاش مزعجة. ربنا ما يجيب حاجة وحشة. ممكن اقول ايه it was terrible. terrible الاحتياط واجب ماشي. terrible كانت مثلا ايه so noisy. كانت مزعجة اجازة ايه مزعجة. تمام terrible او so noisy. so noisy تمام so noisy او terrible او so bad. so bad تكون بقى ايه اجازة مزعجة. تمام بكده ان شاء الله تكون محاضرتنا انتهت. اشكركم جميعا واستاذنكم بقى. يلا جود باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.